يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في آخر خطبة الجمعة دعا الخطيب ورفع يديه للاستسقاء، فما حكم رفع اليدين وهل يرفعها المأموم معه؟ في الاستسقاء لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في خطبة الجمعة ورفع يديه، رفع الناس أيديه، لا معنى دعاء الاستسقاء ترفع به الأيدي في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء.